نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي، تحياتي لكابتن الشريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن اسامه حسن النصر. منورنا كابتن. كابتن ايمن عبيد بول حكم الموريتاني اللي ادار اخر مباراه للنادي الاهلي، كانت ما بين النادي الاهلي والهلال السوداني في المباراه الاخيره دور المجموعات. النادي الاهلي فاز فيها 3 أهداف مقابل لا شيء. اللي احرز الهدف الاول في الدقيقه 20 كان كهربا، والشحات احرز هدفين. لما انا رجعت للمباراه دي كابتن وجيت النهارده اتفاجئت بجد، يعني لما شفت انا طبعا التقرير المباراه اللي انا رأيتها وشفتها في المباراه الاخيره، النهارده عبيزبو بيقدم مردود كبير جدا يا كابتن اسامه. صحيح. وهقول عناصر جديده هو النهارده يمتلكها. 32 سنه يا كابتن ايمن، 32 سنه حكم موريتانيا النهارده، 32 سنه ادار المباراه النهارده، محدش يشعر بيه في المباراه، على الرغم ان المباراه بدون تقنيه الفار يا كابتن شريف. صحيح. مش موجوده النهارده، بيلعب بدون تقنيه الفار. طب ايه النهارده العناصر الايجابيه عنده؟ طور من اداءه كابتن ايمن في حاجات كتيره جدا. اولا توقع عالي جدا في طرق واساليب اللعب، ودي كلها ملمتها في حكم. يعني النهارده كان النهارده هو بيتوقع لعب النادي الاهلي، الشوط الاول يتغير. مظبوط. الشوط الثاني توقع ايضا لعب نادي اليانج، وبالتالي ده مهم جدا الحكم يتوقع طرق واساليب لعب الفريقين. كمان تواجد في كل الحالات داخل الحرس. يمكن عندنا مثال كبير جدا اللي هي الدقيقه 90 لعبه ياسر ابراهيم، اللي كان ممكن اي حكم النهارده ولو بعيد في التاكلنج اتعمل دوت يحسبها بلنتي، كان ممكن يحسب بلنتي. مظبوط. مفيش فار. مظبوط. ولكن عشان هو مركز لحد الدقيقه 90 هنشوف الحاله وهنجيبها. اولا هو وطاقم التحكيم بالكامل، اثنين حكام مساعدين بيلعبوا معاه، كمان الحكم الرابع النهارده كان ليه دور. كابتن النهارده كابتن اسامه الرابع النهارده ليه دور، ودي بنقولها لحكامنا، الرابع مش جاي يتفسح. يعني النهارده عندنا الماده 4 المعدات، وشفنا النهارده شايك النهارده ازاي على المعدات وعلى معدات اللاعبين، كان ليه دور في لعبه طاهر لما جه ينزل. يعني ناس جايه تشتغل، وده اللي احنا عاوزين نشوفه في المباريات كلها. نقول النهارده عبيد زبون النهارده اشهر البطاقه الصفراء يمكن لمروان. هنا لعبه مهمه جدا، يمكن ما عندناش حالات كتير يا كابتن اسامه، ولكن ده المعيار الوحيد يا كابتن الواحد في الانذارات يا كابتن اسامه. يعني ادى للتهور هنا، ادى للتهور هنا، تعطيل الهجوم هنا، ادى هنا، يعني ما عندوش مشاكل في المعايير يا كابتن شريف، فهم جيد للقانون كرة القدم. دي حالة من الحالات اللي هنا مروان خد فيها البطاقة، كان ارتكب مخالفة التهور، وبالتالي هنا كان الإنذار إنذار صحيح. شوف الحالة بعد كده، شوف هنا لعبة من حالات مهمة جدا جدا، وده بيوديك يا كابتن أسامة عرابي يا كابتن شريف التوقع والقراءة. كابتن أسامة هنا في هجمة للنادي الأهلي، هنا طاهر تم ارتكاب معاه مخالفة خلى اللعبة تستمر. نشوف اللقطة اللي جاية تاني، كان في لقطة جاية اللعب استمر، راحت انفراد لمين يا كابتن أسامة؟ الأهلي. للنادي الأهلي. يعني أنا النهاردة لو أوقفت اللعب مع طاهر ما كانش اللعب دي راحت انفراد لكريم تقريبا اللي هو لعبها كريم. وجاء الحارس. دي من ضمن الحاجات بيقول عليها ده تميز الحكم كابتن أسامة، توقع ثم لعب. هنا لاعب النادي الأهلي، هنا بنشوف هنا مخالفة واضحة من رقم 5، وهنا بنقول تعطيل هجوم واحد، وهنا المعيار واحد، اشهر بطاقه الصفراء، وبالتالي هنا البطاقه كانت بطاقه صحيح للاعب رقم 5. الحاله اللي بعد كده ونشوفها حاله من حالات التميز للحكم المساعد، لكن انا جايب اللقطتين. هنا بنشوف كابتن اسامه كابتن شريف هنا لحظه اللعب، هنا بنشوف هل يوجد تسلل لاعب هناك متغطي، مفيش مشكله خالص، تتلعب وترد من اللاعب المدافع تروح لبيرسي تاو، هدف صحيح 100%. السؤال حتى كمان لو لعب النادي الاهلي هناك اللي على جنب كابتن اسامه متغطي باثنين، ولكن هنا تركيز من الحكم المساعد رقم 2، حكم المساعد رقم 1، والحكم الرابع النهارده الطاقم التحكيم الكامل ادوا مباراه بشكل جيد في عدم وجود تقنيه الفار. نروح للحاله بعد كده، ودي الحاله اللي بنتكلم عليها كابتن شريف، حاله تفاصيلها بتبقى صعبه جدا على الحكم، خاصة لما في تاكلينج من المدافع كابتن اسامه بيتعمل، هل نجح في لعب الكرة؟ هل الكرة راحت ركنية؟ هل خد رجل اللاعب هنا؟ ياسر هنا كان عنده توقع عالي جدا جدا كابتن شريف، عمل التاكلينج ولعب الكرة ونجح، ونشوف هنا الكرة هنا راحت ركلة ركنية، أشار على ركنية. قرار زي ده كابتن اسامه لو خد فيه ركلة جزاء والفار مش موجود بقت مشكلة، بقت مشكلة، قرار حاسم ممكن يحسب ركلة جزاء غير صحيحة تؤدي في النهاية إلى خسارة فريق. اخر حاله معانا ونقول التعاون
ما بين الحكم والحكم الرابع، هنا كومنيكيشن على طول يا كابتن اسامه كلمه. مساعد المدرب هنا اعترض اعتراض طبعا بشكل غير لائق، وهنا وهو جاي محضر الحمراء مفيش كلام يا كابتن شريف، مفيش هزار، يعني هو جاي من الطريق. الرابع قال له المدرب قال تلفظ جه اشهر الحمراء، وهو ده التحكيم اللي احنا بنتكلم 32 سنه بنقول اتحاد افريقيا النهارده كسب حكم، اتمنى يمشي على هذا الوضع في الفتره اللي جايه، ده مستقبل كبير. النادي الاهلي النهارده قدم مباراه كبيره جدا جدا، ولكن الحظ ما كانش موجود. ان شاء الله نتمنى توفيق باذن الله المباراه يوم الجمعه بإذن، والاهلي قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يفوز ويعتلي القمه بشكل كبير يعني ان شاء الله. شكرا يا كابتن، شرفتنا، ربنا يخليك. طيب